اهلا بك سي بوشعيب بوشعيب من دار بعفير بيضاء. من الدار البيضاء، بيضاوي رئيس الحركة من أجل المواطنة كهيئة مدنية وحقوقية، منسق ديال هيئة المجتمع المدني على صعيد جهاز الدار البيضاء الكبرى، مرحبا، ومدير إداري لواحد الاتحاد اللي هو اتحاد جمعية المدن الأقاليم المملكة المغربية. تبارك الله. عبدو ربي، كمواطن مساكن في مدينة الدار البيضاء لأول مرة في تاريخ ديال هذه المنطقة، يعني مدينة الدار البيضاء، كنحس بواحد ارتياح تام، باعتبار أن لم تمر إلا 3 ساعات أو 4 ساعات حتى رجعت الأجواء أو الأزقة والشوارع في حلتها، يعني بالشكل اللي كيرضي سكان مدينة الدار البيضاء. باعتبار أنه كان لنا واحد التنسيق مع واحد مجموعة ديال الجمعيات، ودرنا واحد الهاشتاج لشتوه، ولحنا الجميع يعني الأصدقاء وذاك الاتحاد اللي عندنا ديال جمعيات مدن وأقاليم المملكة المغربية، وكذلك الجمعيات ديال مدينة الدار البيضاء، على أساس أنهم باش يتعاونوا مع الإدارات العمومية وكذلك مع الجهات يعني المنتخبة، أولا بتحسيس بأهمية ديال النظافة خلال فترة العيد، وكذلك قبل العيد بيوم أو يومين. وإحنا كنا من شارك يعني وخدنا واحد 400 أو 450 ديال دوك لي ساشيات أو البلاستيك ديال، وزعناه يعني في الحيبة بالضبط بمنطقة سباتة وزعناه. واللي كنحس به هاد السنة أن إحنا المستشارين تما داروا نفس الدور وداروا على اللي ما كانت سابقة، أنا كنقول لك سابقة، يعني أنه المستشارين ديال المقاطعات كيخرجوا بيديهم كيدقوا على الساكله وكيوزعوا البلاستيك لكل دار بدار. انا اللي كندوي معاك، انا اللي كعبد ربي ودي كيجاو عندي المقر ديال الجمعيه ديالنا اللي هي في نفس المكان اللي كنسكن فيه، انا كنوزع، وجاو تما كيدقوا على اساس سلمتوا الحصه ديالكم من البلاستيك. هذا كان سبب ان تضافر الجهود للفاعل المدني والفاعل السياسي، وكذلك بالنسبه للصحافه، وانتم يعني انا كنتبعكم يوميا وكنشوف كيفاش انكم تكلمتوا بالتحسيس ان المواطنين والمواطنين مواطنات بالاخص مدينه الدار البيضاء اللي كانت كتعاني سنوات من هذا المشكل ديال النظافه. والصراحه نقول لك يعني اختي سناء، راه واخا كتعرفيني انا كنتكلم ديريكت، لاول مره في التاريخ كنقول لك ديال مدينه الدار البيضاء ان 3 أو 4 ساعات ما بقيتي لقيتي حتى شي حاجه من الازقه. ايوا درنا على دوك الدراري اللي كيشوفوا، جميل هذا الشيء الحمد لله. عرفتي دوك اللي كيشوفوا اي كيشوطوا الريوس، اللي كيشوطوا الريوس، والله ثم والله انا خويا منهم وولدي، قلت لي خويا مع اش غتسالي؟ وقال لي الربعه، قلت لي الخمسه ما نبقى نشوف حتى حاجه. الخمسه العشيه ما بقيتش حتى حاجه، جمعوا داك الشيء في البلاستيك وحطوه في المكان المخصص. تبارك الله عليك بوشعيب. مشكل واحد اللي كان عندنا استاذه سناء، ربما واش كيعرفني ولا ما كيعرفنيش، يعني سي مولاي احمد افيلان، نقولش التوجه ديالنا، ولكني انه راه كطريقه باش تاغلو وباش راقبوا وباش تبعوا يعني الشركه ديال النظافه كيفاش انه تفك يعني هذا المشكل ديال تدبير هذا المساله ديال النفايات في واحد الظرف وجيز. يعني بانت لي كاينه المسؤوليه، كاين الرقابه، كاين التتبع، لاحظتوا، وهذا واللي خلى ان مدينه الدار البيضاء ترجع في الحله يعني في الحله ديالها النظيفه. من بعد يوم مباشره كنقول لك مباشره الغد، كانه ما كانش عيد كبير، ما كانش كان تنبغي عندنا واحد هو ما عندناش الشاحنات الكبرى بحال اللي ما بقاتش كتدخل الشوارع والازقه. نعطيك مثال، منطقه بن مسيك عندها معروفه عند الواجهتين، يعني ما عندهاش ازقه ضيقه بحال درب السلطه الفيده بحال بعض المناطق الاخرى، ما بقاش الكاميون الكبير كيدخل على ذاك الكاميون المتوسط او ذاك الصغير. وتكلمت مع العمال ديال النظافه باعتبار كيعرفوني وكيتواصلوا باختصار. نعم سي بوشعيب، المشكل يكون عندنا الكاميون الكبير، لان باش كيرجع ويضرب ديك الدوره من مور 8 ونص 9 وكيرجع حتى ل 12 الليل عاد كيرجع لنفس. وانا غنخلي سي افيله اللي يجاوبك على هذه النقطه. بارك الله فيك، وكنشكركم انتم يعني كصحفيين اذاعه اصوات، وكنشكركم. بارك الله فيك، هو غيجاوبك على هذه النقطه ديال الشاحنه الكبيره. سي افيله. السلام عليكم سي بوشعيب، اولا كنحييكم، وبالمناسبه كنحيي جميع الجمعيات الناشطة اللي عاونونا وتجاوبوا معنا كثيرا وكثيرا كما قلت يا سي بوشعيب، وعاونونا وسهلوا المأمورية لنا والعمال النظافة، وكذلك الناس ديال المجتمع المدني كلهم ديال الدار البيضاء، حيت قاموا بواحد الواجب بحال حتى هما طرف في هذه الحملة اللي التحسيسية اللي طلقنا،
وتجاوبوا معنا كثيرا كثيرا فيما يخص هذه النقطه هذه ديال الشاحنات. الا كاين شي حاجه مرحبا سي بوشعيب، راه مكتبين مفتوح الاسبوع المقبل بدايه الاسبوع نهار 2 نجي عندي، راه كنستقبل اللي جا عندي خصوصا من المنطقه ديالكم ديال بالمسيك وسباته، ونشوفوا هذا الشيء ديال الشاحنه الكبيره علاش ما بقاش كدوز في الشوارع الكبيره في بالمسيك في منطقه بالمسيك. واظن بان رئيس المقاطعه السي جودار راه هو نائب عمده ومعنا وقف علي على الامورات بيديه وبجديه. كانت شي حاجه كتجي عندي انا نستقبلك السي بوشعيب، مكتبي مفتوح في اي وقت، مرحبا بكم. شكرا لك سي بوشعيب وتحيه لكم، فعلا يعني شهاده اللي كتفرح واللي كنشوفوا فيها مدى اهميه العمل الجمعوي، لان الجمعيات راه هي دورها مهم في القرب من الناس من الساكنه في التوعيه والتحسيس. فانا كنقول لك تبارك الله عليك والله يوفقكم، وتحيه لك ولكل الفاعلين معك في الجمعيه.